اقول لكم بقى المقادير. معايا بقى ايه، شويه حاجات بحريه بقى، شويه سي فود. ايه بقى؟ شويه جمبري متقشر طبعا ومتنظف تمام، على شويه من صوابع الكابوريا، معايا كمان حتت من السمك الفيليه، معايا برضو صبيط تمام، ومعايا كابوريا. غير الكابوريا الصوابع، عندي كمان الكابوريا الحقيقيه يعني الصحيحه يعني تمام، ومقطوعه نصين، غير الكابوريا الصوابع تمام يا شباب. هنحتاج لهم ايه بقى؟ بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، فصين من الثوم المفروم او متقطع شرايح، في الحالتين هينفع، معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الزيت، معايا ملح وفلفل اسود ورشه بابريكا، وهنحتاج كمان طبعا جبنه موتزاريلا، ده في اخر الطاجن. طيب صوص الكريمه بقى اللي هنحتاجه للطاجن الحلو ده ايه؟ معلقه كبيره من الدقيق، معلقه كبيره من الزبده، ومعايا كمان لبن، تقريبا لتر من اللبن، وملح وفلفل اسود بس، خلاص ولا اي حاجه تانية. وصفه ظريفه جدا وسريعه، تحطها على طول في الفرن، الحاجات كلها تستوي كده وتبقى طعمها خطير، رهيبه بقى يعني. طاجن كده مش اي كلام، طاجن محترم، تعمليه كده تعملي قلق بيه على طول. هنحط بقى ايه، طبعا انا مسخنه كل الحاجات ان شاء الله، سخنين قوي، فانا هعمل ايه؟ بصوا، عشان انا قلت قبل ما نطلع بس ان شاء الله تكون سخنت. هنحط هنا زيت اول حاجه علشان ننزل حاجه السي فود كلها نشوحها تمام. بعد ما حطيت الزيت هحط السمك الفيليه، الكابوريا الصوابع والكابوريا الصحيحه دي، والصبيط، وكمان الجمبري. عايزين كده ايه، نلطقهم كده ونشقلبهم. نحط بقى دلوقتي الزبده كده اهو، ما رضيتش احط الزبده في الاول علشان لقيت الطاسه سخنه قوي، فايه خفت. كده عايزه الحاجات دي كلها كده تتشوح. هنحط بقى ايه، شويه بصل تشوح معاهم، كده ملح وفلفل، ملح وفلفل، نرش رشة بابريكا، ونحط الثوم، شرايح بقى ثوم او ثوم مفروم زي ما انتوا عايزين. نشوح الكلام الحلو ده ونسيبهم كده ايه مع بعض كده يتوغلوا. وتعالوا بقى نعمل الكريمة. طبعا الحلة اللي انا حطاها دي سخنت جدا، فانا هخاف ان انا احط الزبدة الاول. انتوا في البيت بقى الحكاية بالنسبة لكم اهدى شوية، هتحطي الزبدة عادي. انا بقى هضيف الاول شوية زيت قبل ما احط الزبدة علشان اضمن بس ما يحصلش حاجة للزبدة، عشان الحلة سخنت قوي. بس حتى لما حطيت زيت دخن على طول، لان الحلة ايه سخنت مني خالص. استنوا نطلعها تهدى شوية، لا تهدى شوية لان كده الكريمة هتبوظ. الحاجات الحلوة دي كده بتتشوح ريحتها ايه رهيبة. عايزين تحطوا لها كمان رشة كمون مفيش مشكلة، هتبقى برضو حلوة قوي. بس انا ابتديت اشم بقى ايه يعني ريحة الزبدة مع الثوم والبصل وريحة الجمبري والسمك والصبيط كابوريا، مش معقولين كلهم شماهم وانا واقفة، حلوين قوي قوي. عايزة ارش فلفل كمان مرة كده، بس كده خليهم هنا على النار اللي جوه، ونهدي بقى كده النار، نهديها خالص. لو خلاص كده خد له تقلبتين حلوين، عايزين بس دلوقتي نعمل الكريمة. هنحط
انا حطيت زيت طبعا زي ما قلت لكم، هنحط بقى الزبده كده ومعاها الدقيق. وعلى طول بعد كده الكريمة، اللي هو اللبن قصدي، يعني عشان نعمل الكريمة بس كده. هنحط ملح وفلفل كده، ورش عليهم كمان رشة خفيفة جدا من جوز الطيب. على الكريمه بتاعت السي فود عايزاهم بس كده يغلوا، الكريمه دي كده تغلي. وهعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب الطاجن. فين الطاجن؟ تعالى يا طاجن انت يا حلو اهو. الطاجن اللي انا هعمل فيه، وهناخد كل الحاجات الحلوة اللي احنا شوحناها دي هنحطها كده في الطاجن. اهو كده. عايزة انضف بس الحاجات اللي انا وقعتها دي كده. ومعانا بقى الكريمه اهي بتغلي، هقوم حاطينها عليه من فوق ونرش رشه جبنه وندخله الفرن بس كده. بس كده حاجه بقى، يعني مش قادره اقول لكم حاجه عظمه. او خلاص كده البشاميل هاخده كده احطه بقى ايه على وش الطاجن. بص سمك البشاميل حلو جدا بس كده. بس كده نتأكد ان البشاميل ايه توغل مع الحاجات كلها. ومعنا الجبن، رشة جبن كده من فوق. فرن سخن درجة حرارة 200، الرف اللي في النص تقريبا احنا بنتكلم في 10 دقايق. والجبنه بس تاخد وش كده، ويبقى الطاجن الرهيب ده جاهز وخطير. نمسح بس كده اي لحواسه بس كده. خطير. احنا عاملين واحد اهو، هيجيبه لنا استاذ صابر حالا دلوقتي لو سمحت. هاته لنا استاذ صابر. فظيع تحفه. الكريمه بقى جوه مع الجمبري بقى، عايزين دبوا المعلقه بقى، تطلعوا بقى حته سمك فيليه على حته كابوريا على حته صبيط جمبري، حاجه كده خطيره وسهل جدا زي ما شفتوا، ما فيهوش ابدا اي حاجه. ان شاء الله تجربوه يا رب ويعجبكم بالف هنا وشفاء. هنروح فاصل الم اشيائي دي كلها ونرجع بقى نعمل النودلز بالجمبري. وصفه سهله جدا وحلوه قوي، ومعانا النودلز ومعانا الجمبري والحركات كلها، فاستنونا بعد الفاصل.